بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وجهودهم معروفة ومبذولة طبعا من باب الشيء بالشيء يذكر، يعني مما ينبغي أن يبكى له بدلا من الدموع دما ما يقع الآن بين المسلمين في مصر والجزائر نتيجة مقامرة، لأن مسابقات هذه الألعاب على عوض، ولا شك أن المكافآت التي تعطى للاعبين سواء من بلادهم أو من الجهات المنظمة التي تعطي عوض هي مقامرة. هذه نتيجة القمار، نتيجة القمار وجود المخابرات الأجنبية والنت سهل القضية، أكاذيب هنا وأكاذيب هنا وسكارى هنا وسكارى هنا. ينطلق المشجعون يعني إلى يعني تكسير كل ما يقابلهم. قد يكون، لا نريد أن نقول أي المشجعين في أي البلدين كان أكثر سفاهة، لأن الأزمة أزمة الأمة ككل، والجمهور وكل المشاركين في هذه العملية في الناحيتين في غاية السفاهة. كان استطاع الاحتلال الفرنسي أن يغير هوية الشعب الجزائري، أجعل اللغة الفرنسية هي اللغة الأم ويفصله، ولكن ما استطاع أن يفعل شيء في قضية القرآن. وإذا كانت سبحان الله يعني الآن مباراة كرة قدم بين مصر والجزائر، ما أكثر بلدين تصدوا لحملات التغريب، وأكثر بلدين خرج فيهم دعاة قرآنيين أوقفوا الحملة على القرآن ورجع فنون المستشرقين مهزومين. لعل في مصر بقيت اللغة العربية ثابتة بفضل الله تبارك وتعالى، هذا مكن لها يعني أن يكون انتشار الدين فيها أعلى. ولكن نقول إن رغم تمكن الاحتلال الفرنسي من فعل ما حل له في الجزائر من نشر ثقافته ولغته، وقف أمام القرآن عاجزا، وخرج له دعاة فضلاء خدموا قضية إعجاز القرآن سواء في الجزائر أو في المغرب العربي ككل، ابن باديس ومالك ابن نبي وابن عاشور وغيرهم ممن خدموا هذه القضية خدمة من يعني كأعظم ما يكون من المواجهة والتصدي لهذه الحملات. الآن الحروب الفكرية وحروب الحضارات كما يقولون صراع الحضارات، جولاته لا تقاس كمباريات الكرة بالدقائق، وما فيهوش حاجة اسمها الوقت خلص ولا الوقت الضايع، جولاته مفتوحة وبتحسب مش بالدقائق ولا بالساعات ولا بالأيام، بالسنين. الآن الاحتلال والتغريب بيحاول يسترجع بعض المعارك التي خسرها. دعاة التغريب خسروا معركة القرآن، كسبوا معركة الكرة، كسبوا معركة الفن، كسبوا معركة القومية، معركة النعرات الجاهلية، كل دي معارك كسبوها. أوجدوا نعرات جاهلية في بلاد المسلمين، أوجدوا اللهو والعبث في بلاد المسلمين، أوجدوا الغناء والموسيقى في بلاد المسلمين، وعجزوا في قضية القرآن أن يريدون مرة ثانية أن هم يرجعوا ويستردوا ما خسروه من معارك. فلابد أن هم ينشطوا الذاكرة، وإذا كانت الجزائر رجعت إلى حضن الإسلام بعد رحيل الفرنسيين عنها وبدأ أهلها يتعلموا العربية وكذا، وكان منها
من دعاتها من تعلموا العربية لكي يواجهوا ذلك. الآن الاستعمار عايز تاني ياخدها يقوم يفصلها عن العروبة. تلاقي ناس همج يقول لك الكرامة فين؟ الكرامة لما المسلمين بيتهانوا في كل مكان، لو القضية قضية كرامة لما المصريين بيتهانوا في كل مكان، لو ان القضية قضية حتى كرامة وطنية. هي مش مروة الشربيني دي مصرية؟ مش اتقتلت في ساحة محكمة في ألمانيا؟ عملوا ايه دول؟ مين قال كرامتنا ومين قال ومين قال ومين قال؟ محدش قال حاجة، محدش عمل مظاهرات الى غير ذلك. الدليل ان دول همج غوغاء مستنين حد يحركهم. فاللي بيحركهم هل نحن؟ انا كل انسان ادرى ببلدي. لا تقول ان في بلادنا مشجعي كرة مهووسين هوس مشجعي الكرة اللي في الجزائر. المباراة المحلية مش بيتم فيها سباب بالاب والام وكذا وكذا وتعيير باللون، مش لاعب لونه اسود عيروا جمهور الفريق الاخر، وده مصري وده مصري. ويعني حتى هدد هذا اللاعب انه سوف يشتكي للفيفا ايضا كقصر. الان كل المؤسسات العالمية هي ولية امرنا. اذا عندنا مشجعين مهووسين، كونهم يعني اتضربوا، ما هم مهووسين قدام مهووسين، بس التانيين اكثر احترافا في الاجرام. لكن او انه لكن هذا مشجع مهووس وهذا مشجع مهووس، هذا بذيء سفيه لا يعرف حق للاسلام ولا حتى العروبه التي يتكلمون بها، والاخر مثله. فهل يقبل احد انه يسب كما يحدث؟ كل واحد يرضى على نفسه، يرضى على اخيه ما لا يرضى على نفسه. هم بيسبوا المصريين بالراقصات، هنقول ما عندناش راقصات، عندنا ابتلاء. نسأل الله تبارك وتعالى ان يطهر البلاد منهم. لا ده انتوا اللي عندكم، هو الاثنين عندهم. الشعبين فيهم هذا الانحراف. فاذا لو كان جمهور الكرة ده بالفعل زعلان من وجود الراقصات، يبقى كل واحد يهاجم الراقصات اللي عنده، مش يهاجم الراقصات اللي في البلد الثاني. يبقى اذا هم مش زعلانين من وجود الراقصات، كل فريق جاي بالراقصات بتوعه يشجعوه. فحينئذ خلاص احنا دلوقتي مغنيات الفيديو كليب حتى اللي مش مصريات هم اللي بيجيبوا لنا كرامتنا دلوقتي. وواحده يعني غلت الدماء العربيه في عرقها، مش هتروح تغني في الجزائر ولا هتحرمهم من ان هم يشاهدوا لحمها. هي دي اللي هي دي تنتصر لمصر، نسايبها مصر اصلا هي مش مصريه. كل ده يعني شيء في غايه العجب.